playing PUBG with FreeXVPN. Change servers.
زي صاحبتك دي مثلا واقفه جنبك، هتنجحوا في حاجات مع بعض، وش الخير الفتره اللي جايه مع بعض، فاهماني؟ ركزوا جدا الفتره اللي جايه الشهور القادمه ما عدا شهر 5. شهر 5 ده عيد ميلادي، ما حدش هيقف معايا ليه في عيد ميلادي؟ هيبقوا مفلتين ولا ايه ساعتها صحابي؟ Thank you.
ترجمة